أهم الإشكالات هي قدرة هذه البنوك على التحمل التنافسية بالنسبة للبنوك التقليدية. عليها ألا تسعى إلى الربح السريع إذا أراد فعلا أن يكون لها مستقبل. أما إذا اتجهت نحو الربحية وأن يكون أن تكون كلفتها بالنسبة للمواطن أعلى من كلفة البنوك التقليدية فلن يكون لها مستقبل. إذن هذا هو أكبر تحدي في وجه هذه المؤسسة الجديدة في المغرب.